حياكم الله مشاهدينا، ما زلنا مستمرين هنا في منتدى الفجيرة الثقة في دورته الثانية، تحديدا في فندق كونكورد، لننقل لكم وقائع هذا المنتدى الغالي. وقبل قليل انتهت الجلسة المسائية والتي كانت محاورها أو محور الجلسة هو الأسطورة والموروث الشعبي في المسرح العربي، والذي كان يدير الجلسة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله السعيد. نعم طبعا، أثر الأسطورة على المجتمعات تناولت هذه الجلسة مواضيع كثيرة، منها طبعا دور الأسطورة في الموروث الشعبي وأيضا أثره على المسرح العربي. معنا الحين طبعا الدكتور عبد الحميد الصائح، محاضر في الملتقى. حياك الله دكتور معنا. حياك الله، سعيدين جدا بوجودك معنا. شكرا جزيلا وشكرا لهذه الأسطورة. الله يحفظك. طبعا الأسطورة كان بشكل عام يعني هو المحور الأساسي ربما في الجلسات الصباحية وأيضا في المساء. نعم. هل الأسطورة في مجتمعاتنا العربية مقارنة بأيضا المجتمع الغربي، هل الأسطورة يعني جريئة بالشكل المطلوب أم أنها لديها قيود؟ شكرا جزيلا على الاستضافة في البداية. الأسطورة في تقديري هي ليست حكرا على شعب دون آخر، نعم، وإنما هي فكر كوني بشري، كيف أجاب الإنسان في بدايات هذا العالم وفي بدايات هذا الوجود عن أسئلة غامضة في حياته ومن حوله، ثم بررت فيما بعد الروايات والأديان كثير من الظواهر التي تساءل الإنسان عنها في خلال الأسطورة. ولذلك تعتبر أن الأسطورة هي النتاج الفكري الأول، نتاج العقل البريء في مواجهة الحياة وفي مواجهة الكون وفي مواجهة ظواهره. فيما بعد تحولت هذه إلى موروث إنساني عام، وقد وظف في كثير من الاتجاهات الأدبية والفنية الحديثة، نعم، وظف في الرواية ووظف في السينما، ولكن يبقى المسرح هو رديف الأسطورة. صحيح. رديف الملحمة أيضا اللي تختلف عن الأسطورة بصورة أو بأخرى. جميل. وكذلك الموروث الشعبي، هذا تراكم معرفي وتراكم فني وتراكم من التفكير والإنتاج والجدل والتجارب الذي أنتج لنا الآن الكثير من الضروب الفنية والاتجاهات والمدارس الأدبية والفنية المختلفة. جميل دكتور، إذا تكلمنا عن الأسطورة وكيف غذت المسرح العربي حاليا، هل فعلا أثقفت أو زادت من مكتملات هذا المسرح، غذت هذا المسرح؟ أي هي أفادت أيضا المسرح الأغريقي، نعم، المسرح اليوناني، المسرح الأوروبي عموما، في استثمار الأسطورة واستثمار الملاحم اللاحقة، نعم، للأسطورة، وتقديم أعمال مسرحية كثيرة أيضا على المسرح العربي. قدمت الكثير من الأعمال العالمية، نعم، قدمت كما هي مكتوبة كمناهج سواء في أكاديميات الفنون أو في المدارس الفنية، وقدمت معدة، نعم، بمعنى آخر موظفة، بمعنى آخر بأدواتها تحميلها غايات أخرى، نعم، أو مواضيع راهنة حديثة، وهذا حتى في الموروث الشعبي أيضا، انتخاب شخصيات من الموروث، انتخاب شخصيات من الحكايات، وإسقاط أفكار وإسقاط أيضا مضامين جديدة عليها لظروف كثيرة، منها ظروف سياسية، منها ظروف اجتماعية، نعم، كثير ساعدت في جميع الجوانب نقول، نعم، الأسطورة. نعم. دكتور، البعض يقول يعني أن الأسطورة كما ذكرت الأساطير الإغريقية ربما لا زالت حاضرة لليوم، واليوم نحن نسمع عنها ونعجب بهذه الأساطير الخيالية والرائعة، ولكن مقارنة أرجع وأركز على المسرح العربي أن لا زالت ربما هناك بعض القيود على المسرح العربي بحيث أنه ما يخرج خارج إطار معين، هل تعتقد أن هذه القيود ربما حكرت الإبداع على المسرح العربي؟ بالتأكيد القيود
القيود تضعف أهم نقطة في الإنتاج الفكري وهي الحرية، والقيود تنتج التحفظات، وحينما تكون هنالك تحفظات على الفكر يكون ناقصا ويندرج إلى الباطنية في التعبير. نعم، فلذلك أنه أنا معك أنه هناك كثير من القيود الموجودة في عالمنا العربي، سواء ألا توجد حلول؟ ألا توجد حلول للوصول إلى هذه الحرية والتعبير والإبداع أكثر؟ الحرية، فتح باب الحريات هو المطلوب. نعم. والحريات طبعا الحريات المنضبطة، انضباط ذاتي. نعم. وليس وتناسب العادات والمجتمع، انضباط خارجي. لذلك حرية الفكر ليست في الكتابة فقط، حتى في البحث العلمي وفي كثير الآن، حتى المدارس الحديثة والدراسات الحديثة للأطفال تركز على مبدأ الانفتاح والحرية في التفكير وتحمل الأسئلة المفتوحة مهما كانت. نعم. إذا تكلمنا عن الأسطورة في أدب الأطفال، بالضبط الأسطورة، خاصة هناك انتخاب لشخصيات من الأساطير وتحميلها أفكار تربوية أو تنموية للأطفال بالتأكيد. وهناك أيضا إنتاج شخصيات أخرى، يعني إحنا عندنا شخصيات أسطرناها وعندنا أسطورة أنسلناها وأدخلناها إلى الفكر العملي المباشر. ولكن على كلامك، يعني لا يمكن أن تكون الأسطورة في يوم ما قديمة أو تكون عاجزة أو ينتهي دورها، لأنه دورها دور تأسيسي. صحيح. تأسيسي عضوي، هو الذي أسس للأفكار. بل هنالك أسئلة، هاي نقطة مهمة. نعم. هنالك أسئلة أجابت عنها الأساطير أو أحاطتها. نعم. ما زالت غامضة حتى يومنا هذا. نعم. في أشياء حتى في مجتمعنا الإماراتي كمصطلح أسطورة، مصطلح خروفة. نعم. كنا نسمعها بمدويس أو غيرها. نعم. من القصص. هي لكل فعلا. مجتمع، لكل مجتمع لها أكيد أساطير. بس ممكن نعرف المغزى. نعم. فيها. نعم، هي لكل مجتمع دكتور طبعا لها أساطيرة الخاصة، مثل ما ذكرت أختي سهام، التي تناسب عادة وتقاليده. أنا طرحت عليك سؤال وقلت لك أن هناك قيود على فيما يخص القيود على المسرح من ناحية الأساطير، ولكن أيضا الجانب الآخر، نحن يعني هناك من يقول أن لماذا نقحم نفسنا نحن بأساطير ربما لا تمت بمجتمعنا، بصلة بعاداتنا، بديننا، بتقاليدنا، فقط كي نقلد الآخر، كي نقلد مثلا الأساطير الإغريقية. هناك في جرأة كبيرة. ليست بالضرورة أن تكون الأسطورة هي منهج للحياة. صحيح. وإنما هي مرحلة من مراحل المعرفة الإنسانية، فلا بد من الاطلاع عليها لنعرف ماذا فكر الإنسان الأول حين واجه الطبيعة. أما فيما يخص المنتج المحلي، فالمنتج المحلي أكيد له خصوصية. صحيح. الآن لكل شعب خصوصية، وهذه الخصوصيات تتعقد أيضا بمرور الزمن وتتشعب. يعني الخصوصية اللي موجودة الآن في المجتمعات هي أكثر تعقيدا من الخصوصيات الموجودة سابقا. يعني هناك مثلا خصوصيات اجتماعية تتعلق بالأعراف، تتعلق بالطباع، بالتقاليد. نعم. وأيضا هناك خصوصيات دينية، وهذه. نعم. تراعى، يعني أكيد. حتى في قوانين الأمم المتحدة أيضا تراعى خصوصيات الشعوب في بعض القوانين التي تصدرها. نعم. إذن في الفكر أيضا هنالك خصوصية، بل أن الخصوصية الآن في الإنتاج الإنساني والإنتاج الأدبي مرحب بها، لأن كل الشعوب تسعى إلى تنوع الثقافات. أكيد. في العالم، وتثريها في الأمور. وبالتالي بلا خصوصيات العالم بلا جمال. يعني بلا جمال. صحيح. خلينا نتكلم عن أو تعليقك على جلسة اليوم، جلسة الموروث الشعبي في المسرح العربي. أنا أعتقدها جلسة مهمة. الجلسة المهمة أولا في تعدد وجهات النظر. نعم. وتعدد الأبواب التي تحدثت عن التوظيف. نعم. كل واحد من المحاضرين وأنا منهم
تحدثنا في باب مختلف عن الأبواب الأخرى. حقيقة احنا لم نطلع على نتاجات بعضنا، ولكن كنا نخشى التشابه، ولكن الحمد لله أنه احنا أحطنا الموضوع من جوانب عديدة، رغم تعرفين أنه قانون المحاضرة يعني عندك أنت 10 دقائق لازم تتحدث بي عن هذا الموضوع المتشعب الكبير. فهنا هو يعني مثل تقدر تقول يعني تحدي، كيف توجز موضوعا كبيرا وتقدم كما هو، بس على الشيء المناسب أو الجيد أنه كانت البحوث التي قدمت فتحت مفاتيح للحوار، نقول أثرت المواضيع أكثر. وطبعا الحوار أكيد مع الجمهور وجمهور مختص طبعا غالبية الموجودين أثرى الموضوع كثيرا. دكتور يعني سؤال أخير، برأيك ماذا يحتاج؟ نحن كأمة عربية لدينا موروث عظيم ولدينا فنون متنوعة، خلنا نقول ما هي الصيغة أو ما هو الطرح الذي يحتاجه الموروث العربي والأساطير العربية لوصولها إلى العالمية؟ يحتاج حقيقة جهود في التنمية وجهود في الرعاية ودعم لكل الأفكار والنتاجات الأدبية والفكرية. وأعتقد ومو أعتقد وإنما أجزم بأن ملتقى الفجيرة الثقافي وجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي واحدة من أهم الركائز في دعم التنمية البشرية والتنمية الفكرية وإثارة هذه المواضيع الجريئة الواسعة في ملتقيات ثقافية. وهذا الملتقى في دورته الثانية له أصداء عربية بل أصداء عالمية، لأنه يسعى في تنوع الثقافات وحث الأجيال الجديدة على الربط بين الأصالة والحداثة في الإنتاج الفني والأدب. ما شاء الله مبدع. الدكتور عبد الحميد الصائح محاضر في ملتقى، سعدنا كثيرا في تواجدك اليوم معنا وبحوارك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتور، سعدنا بلقائك ونتمنى إن شاء الله نشوفك في لقاءات قادمة. مشاهدينا الكرام شكرا لحسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في طبعا نفس الموعد غدا بإذن الله في هذه التغطية المباشرة لمنتدى الفجيرة الثقافي في دورته الثانية. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. مع السلامة. مع السلامة. إن شاء الله.